بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. حلو يكبر ويجيب الركعة على ثم يسجد للسهو. كيف؟ ما فيها بس فيهم اللي قالوا فيهم الذي لم يقل. ما فيها بس إنسان لما يحتاط النفس في المسائل هذه ما فيها بس. وش عندك الأخ مصطفى؟ أيوة. أيوة. هو يعني كلام زين. هو الأصل من ناحية الجنازة. الإنسان إذا مات نخرج الكلفة نتاع الجنازة نتاعه من ماله. الأصل في الميت إذا مات نخرج الكلفة كلفة الجنازة من ماله الخاص. والكلفة معناتها لنا في بعض البلدان الحفار اللي يحفر القبر يخلص. في بعض البلدان القبر نفسه يبيعوه لك. فهمنا كيف؟ يبيعوا لك القبر. اللي يحفر يدي دراهم، ومول القبر مول تراب يدي دراهم. فمنها كيف؟ واللي يغسل في بعض البلدان يدي دراهم. فمنها كيف؟ واللي كفن نفس الشيء، كفن ويغسل ويحنط يدي دراهم. هذه كلها الأصل نخرجوها من مال الميت. فمنها نخرجوا هذه لما نجهزوه وندفنوه نزيدوا نطبقوا الوصية نتاعو، نزيدوا نطبقوا الديون نتاعو، واللي يبقى هذاك هو ينقسم على الورثة. فمنها نبدأ في التجهيز ثم تطبيق الوصية ثم قضاء الديون ثم الباقي هذاك للورثة. الأصل في المسائل هكذا تمشي. ولكن إذا تبرع أحدهم من قريب أو بعيد أو أخ أو ابن عم، أتبرع قال يا أخي لا يهمكم، أنتم الراجل مات ماشي شغلكم، متلعوا بالميت بتاعكم، أنا رايح نحفر القبر، أنا أدعي الخدامة يحفروا، أنا شريت القبر ولا شريت الحفرة ولا شريت ولا ديت الخدامين التوعي والكفن أنا جايب وجزاه الله خير. ما فيها فهمنا كيف؟ ما بالتبرع ما فيها بس، وإلا هو يؤخذ من تركة الميت. شفت كيف؟ وإلا هو الأصل فيه الكفن وكلفة القبر وكلفة الغسال. إذا كان في بلاد مثل مصر أو غيرها الغسال يأخذ واللي يحفر القبر يأخذ. فمنها كيف؟ يعني ما كاش هذا التطوع، ماشي كيما احنا الحمد لله يعني اللي يروحوا معاك ويروحوا ناس معاك مؤمنين ويحفروا ويجيبوا لك كفن ويجيبوا لك الدالات ويجيبوا لك يعاونوك. في بعض البلدان لا، اللي يحفر يدي دراهم، واللي يغسل يدي دراهم، واللي يكفن يدي دراهم، والحفرة نفسها يقول لك تشري قبر، ممنوع تنحط إلى تشري قبر. فهمنا كيف؟ وهكذا. هذا إذا كانت في بلاد مثل هذه الأصل في هذه الأشياء تخرج من تركة الميت. ولكن إذا تبرع ناس آخرون من أقرباء أو أصدقاء أو أهل خير ما فيها بأس. التبرع جائز ونافذ ولا بأس به إن شاء الله. فهمنا؟ فهمنا. أين؟ واحد يصنفني الحد الجمعة ما صناش يجوز بشي صنع ولا ما يجوزوش؟ هو يصنف الاثنين وش قربوا للجمعة؟ شو صنف الاثنين ثلاثة ولا بحث ما ليه؟ حد الجمعة ما صناش هو. ولكن وش كان عنده؟ هل كان عنده قضاء ولا غير تطوع؟ هو تطوع. إذا كان يتطوع في عدة أيام وطاحت الجمعة في الوسط ما فيها بس يصومها، لأن الجمعة المنهي عنها الجمعة ألا نخصها بصيام أو قيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لا تخصوها بصيام أو قيام. فهمتوا؟ يعني واحد يقول كل جمعة في الليل ليلة الجمعة نصلي قدام الركعة غريت الجمعة، لا ما يجوز، لأن الجمعة عيد، والعيد يجب أن يكون الإنسان في نشاط وفي أكل وشراب وراحة. وكذلك يقول لك أنا كل جمعة نصوم، نقول له لا، الجمعة عيد يلزم تكون آكل وشارب ولابس ومنعم لابس عليه. فهمنا؟ إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخص الجمعة بصيام أو قيام إلا رجلا صام صوما فوقعت في وسط هذا الصوم فلا بأس به. إلا واحد رأي صوم في الكفارة ولا يصوم في عدة أيام وطاعت الجمعة في الوسط ما في هذا.
أما يخصص الجمعة بالذات بالصيام ولا بالقيام فالأمر منهي عنه شرعا، فهمنا؟ والله أعلم. أيوه. هذا من ناحية لما يسلم الإمام ثم يقول المأموم الفاتحة أو يقول الدعاء، هذه يا إخواني الكرام كما قلت لكم لما فصلتكم في البدع، قلت لكم البدع هو ما أحدث في دين الله من غير دليل، يعني الحاجات اللي جت في دين ربي ودرناها في دين الله بغير دليل، هذه من البدع التي أحدثت في الإسلام من غير دليل. لأن اللي قال لك هذه الأشياء قضية الفاتحة أو قضية الدعاء يرفدوا يديهم والإمام كذا وبعدين ينوضوا، اللي قال لك عندنا دليل من الكتاب ولا السنة راه غالب فيك، وإلا هي ما كاش. لأن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بغى يقرأ راه الشيخ الألباني جعل لها كتاب وسماه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، يعني قيما، كتابا جليلا أحصى فيه جميع حركات الرسول صلى الله عليه وسلم وسكناته في الصلاة، فلما كان يسلم من صلاته فكان يلتفت إلى أصحابه، يلتفت كما راني جلسنا معكم هكذا، يلتفت إلى أصحابه ثم يعقد أصابعه بالتسبيح بعد ما يذكر الله تبارك وتعالى، استغفر الله استغفر الله 3 خطرات، وبعدين لا إله إلا وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع عما أعطيت ولا معطي لما منعت ورد لك قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فمن كيف يقول هذه الأدعية هذه، ثم يقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فإذا كان في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب كان يعيدها 3 مرات، يعني يقول هو الله 3 خطرات، وقل قل قل أعوذ برب الفلق 3 خطرات، قل أعوذ برب الناس 3 خطرات، وسائر الصلوات خطرة خطرة خطرة، فهمنا؟ وبعدين يعقد أصابعه بالتسبيح، يبدأ يسبح، ثم يقوم إما إلى ناحية المسجد ويصلي السنة، وإما إلى بيته فيصلي فيها السنة، هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وكما قال العلماء ليس هناك خير إلا دل الأمة عليه، وليس لها وليس هناك شر إلا حذر الأمة منه، ما فيش خير إلا وبينونا، ما فيه شر إلا وحذرنا منه، لو كان خير ما كانش واحد يسبق للرسول منه، يقول يلا الفاتحة ويقول لهم يلا الدعاء ويدعي معه، فهمنا كيف؟ ولكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارهاش وما أمرناش بها والصحابة ما داروهاش والخلفاء الآخرين ما داروهاش وبعدين الأئمة الأربعة ما تسجلات التقوى الإسلامية إذن ما نديروهاش، فهمنا كيف؟ وبعدين الصلاة واش كنا نديرو؟ الصلاة احنا كنا ندعو لما تسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سبحوا ربي ثم ادعوا لأنفسكم فإنه قمن أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، المكان اللي تكون قريب فيه الرب سبحانه هو السجود، يعني يدعي ربك اجتهد في الدعاء، إذن الصلاة كلها يا إخواني الكرام كلها الدعاء، لأنك انت وشرك أعظم دعاء موجود في الصلاة في فتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، شكرا الصراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا أعظم دعاء على وجه الأرض، فالقرآن في السنة هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم، هم موجودين في سورة النساء على أنهم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هنا جاءت في سورة النساء مفصلة وهناك جاءت في سورة الفاتحة مجملة، فمن كيف جاءت مجملة باش حتى واحد ما يقول الذي شكون هذو الذين أنعمت عليهم شكونهم يا رب، واحد يجيب لنا واحد الصفات من عنده نقول له لا الصفات ربينها ربي سبحانه، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هنا في كل دعاء يقول يا ربي يا ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط هذه الناس الذين هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هذا أعظم دعاء، فإذا حققه الله تبارك وتعالى لنا هذه هي السعادة التامة، إذا الصلاة ككل هي دعاء،
لما ننتهي نحن ننشئ دعاء آخر مبتدع وهو الفاتحة وهو الدعاء. لذلك هذه يا إخواني الكرام لم ينزل بها الشرع دليلا، لذلك فما وجب علينا إلا أن نبتعد عنها حتى نتصل بالسنة. ما هوش نبعدوا عليها بلي نقولوا ما ندعوش ربي، يعني باش نجول السنة ونجول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي والالتزام بالسنة. لأن احنا الآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم نرجع للسنة حتى نولوا أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خصنا نولوا الله وما نروحوش القدام. في ناحية الدنيا يلزم نروحوا للأمام باش نطوروا الواحد، في ناحية الشرع خصنا نولوا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلينا القدام ولا خلينا من الله؟ وين راهو؟ إذا في ناحية الدين نرجعوا الله باش نتصلوا بها، من ناحية الدنيا خصنا نلزموا القدام باش نصنعوا باش ننشئوا باش نخدموا باش نقبضوا. في الدنيا نلزموا نروحوا القدام، من ناحية الدين نلزموا الله. إذا في ناحية الدين رحنا القدام ضعنا، رحنا البيدع، رحنا الخالي وخالتي وجده وجدك وعمي وعمك هما اللي قالوا لنا ديروا. فمنها كيف هذو هما اللي رانا رايحين لعندهم؟ لان تقول لك ها 20 سنة احنا نديروها، 100 سنة وفلان وفلان جاء من الخارج جاء من الداخل، وسيدي فلان اللي كان البرنوس نتاعو كذا وكان يقول بها وانت شكونك انت يا. احنا نقول يا اخي احنا ما نقولكش فلان ولا فلان هذا تاع البارح ولا البارح، ما نقولك تعالى روحوا القرون الاولى، روحوا للعين الجديدة ونكونوا نشربوا منها. من كيف صح ولا مو صح؟ والعين الجديدة في الشرع هي عين الرسول صلى الله عليه وسلم وعين الصحابة الكرام والتابعين. في أمان الله سيدي. إذنك معك ولا بغيت تسأل؟ طيب. ما في شك. صح ولكن جيت أنا نكملها ولكن أنت يا تسرعت. شفت كيف؟ هي المواطن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام السيوطي عنده كتاب واسمه فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء، واسمه الكتاب هذا فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. السيوطي دار فيها كتاب أورد المسألة أكثر من 100 مرة، يعني أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، يعني رواه جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة حتى وصل إلى عهد المحدثين فأثبتوه. ولكن بقات القضية باش ما يخلعوكمش يكلخوكم، احنا من متفقين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قضية رفع اليدين في الدعاء مطلوبة، لأن عندنا حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردها إليه صفرا. ربي يستحي كي ترفع يديك يردهم لك فاعلي. إلا ما عدلش غير حديث هذا يكفينا. ولكن نحن نقول يا إخواني الكرام القضية لها مواطن، فهمنا كيف؟ يعني عندها أوقات كي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقت أرفع، أرفع في الاستسقاء، أرفع أثناء الاستنصار على الجيوش لما وقف في غزوة بدر وأصبح يناشد ربه ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وهو يناشد الله تبارك وتعالى ويقول له اللهم يا ربي وعدك الذي أنجزت لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض، وهو يناشد ربه حتى سقط الرداء عن كتفه الشريف فأخذه أبو بكر وأرجعه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كفى يا رسول الله مناشدتك لربك فإن ربك قد ينجز لك ما وعدك. فمن كيف ارفد يديه الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الاستنصار على الجيوش الكافرة، ارفع يديه في الاستسقاء وواقف على المنبر ويقول رحم الله تبارك يا ربي اسقنا اغيثنا اللهم صيبا نافعا غير ضار، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاطام والشجر وعلى رؤوس الجبال ومنابت الشجر، وهكذا وهو يدعو. فمن كيف اثبت الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة، ولكن لم يثبت على انه لما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يتجه إلى الناس ويقول لهم الفاتحة. همنا إذن القضية لها مواطن. نقول له يا أخي العزيز صحيح رفع الدعاء واجب علينا نتضرع ربي ونرفعه، إلا ما رفعناش يدينا ربي لما نرفعه للبشر ضعاف كما احنا كما هما، بينما ربي سبحانه هذه فطرة تلجئنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة إليه لأنه ربنا وهو غني عنا ونحن فقراء إليه. فهمنا كيف؟ ولكن المواطن تختلف. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده هنا ولم يرفعها هنا، فهمنا كيف؟ وإلا قضية رفع اليدين متواتر.
من كيف الان بغيت تصلي شويه وتر ترفع يديك لربك شو عليك ولك حرام عليك ارفع يديك على روحك لانك راك تصلي وتضرعت لربي سبحانه راك تصلي الضحى في النهار راك تصلي الضحى ولا تصلي كذا وبغيت ترفع يديك لربي سبحانه فارفع يديك بينما في الفريضه صلوا كما رايتموني اصلي في الفريضه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده نمشي عليها صلوا كما نصلي من التكبير حتى التسليم لا نزيد عليها ولا ننقص من التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام حتى للتسليم حتى للإنصراف فهمنا أما قضية رفع الدعاء متواتر رفع يديك وين بغيت راك تصلي وحدك شفع ولوتر ولا راك تصلي ركعات ولا راك تصلي في بيتك تهجد ولا راك تصلي في الضحى في النار رفع يديك حتى واحد ما يعنف عليك فهمنا كيف بينما قضية الفريضة لنا عندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء وكما يعني روى أنس وأبو هريرة وجل من الصحابة صفة الصلاة نتاعه قال كان يتجه إلى الناس ويسبح ويعقد ويذكر الله تبارك وتعالى ثم يعقد أصابعه بالتسبيح ثم ينصرف تارة إلى المسجد فيصلي النافلة وتارة إلى بيته بينما أرفع يديه في عدة مواطن منها الاستسقاء منها الاستنصار على العدو منها الدعاء على بعض القبائل انها اغارت على اصحابه وغدرتهم وقتلتهم كذلك رفع يديه ودعا عليهم وهكذا اذا واش نرجعوا نرجعوا على رفع اليدين بالدعاء متواتر ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفيه هنا دعاء وهنا ما دعاش فهمنا باش ما يكلخ لك حتى واحد يقول لك صحيح رفع اليدين متواتر والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وامرنا باش نرفعوا يدينا ولكن في حاجه رفعوا في حاجه ما رفعش لذلك احنا الحاجه اللي نرفع فيها نرفعوا الحاجه اللي ما نرفعش فيها ما نرفعوش باش نكونوا اقرب الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا هاي بارك الله فيكم نعم هو ثبت على الإمام علي توضى خطرة واحدة كيف خطرة واحدة بالأخص إذا كان الماء قليل يعني إنسان عنده ماء قليل هكذا ومسافر يعني يجوز له الشرع يتيمم ويجوز له الشرع يتوضى خطرة خطرة ان كيف يعني يده خطره وجهه خطره نيكو خطره وهكذا بينما كما راه يدير هذا الاخ هذا لا لازم تنبهوه لم يريد بها الشرع يقول لك يعني كل الجسد تاعو يمر عليه خطره واحده ويزيد يولي عليهم كلهم خطره ماشي كل عضو ثلاث خطرات لا هذا لا هذا قل له لا هذا الصفه اللي جبتها انت لم يرد بها دليل لذلك فما عليه الا ان يغسل كل عضو ثلاث مرات قبل ان ينتقل الى غيره فهمنا؟ أين؟ أين؟ هي الصلاة مهما كان ما دام الإنسان يعني لم يحدث فيها ولم يخل بركن من أركانها فلا يعيدها. إلا يعني الصلاة هذه إنسان ما حدثش فيها ما خرجوا لا ريح ولا خرجوا حاجة نسبول ولا طيار الماء ولا حس في حوايجه حاجة مسخة ولا راح ينحيهم أما حاجة الوساوس وحاجة كذا إنسان قبل أن يشرع في الصلاة فما عليه إلا أن يتذكر عظمة الله ثم عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلبه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في القراءة لأن ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا سرا من كيف ثم يجهر بالصلاة بالفاتحة ويجهر بالقراءة من كيف لذلك الشيطان نعله الله يعني يأتي إلى المسلم وهو يصلي فيقول له أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا للأشياء التي لم يكن يذكرها فيجعلها له بين عينيه أثناء الصلاة حتى يضيع له صلاته ويعطيه أمر الدنيا فمن كيف
كيما هذاك اللي قالوا له مرة واحد ينكت هكذا يضحك عنده حانوت والدنيا مخلطة كل شيء والناس تقضي ورايحة وجاية. قال له واحد يا ودي كيفاش دا عندك حانوت كيما لا وما دايش دفتر ما دايش دفتر ما تنتسجل فلان شحال دا وفلان شحال دا وفلان شحال دا وراي الدنيا مخلطة عندك كيفاش تثبتها. قال له ما يهمكش. قال له غير نوقف الصلاة كامل يجي قدام عينيا نعرف فهمنا كيف الشيطان يجيبهم لنا على طلع عليه يقول له فلان السالك وفلان السالك وفلان كذا يجيبهم له كامل عليه يعطي له الدنيا باش يخرب له الآخرة فهمنا كيف يعطي له الدنيا باش يضيع له الاجر نتاع الصلاة. قال له لا يهمك انا غير نوقف في الركعه الاولى. قال له كامل يجوا مسطرين قدام عيني انا اعرفهم حتى كل واحد شحال نساله فهمنا كيف هذه والعياذ بالله من الشيطان لعنه الله يعطي للانسان الاشياء التي لم يكن يذكرها يذكر اياها حتى ينسي له صلاته حتى يذهب عنه اجر الخشوع واجر التقرب الى الله ويعطيه الدنيا الزائله الفانيه فهمنا كيف. لذلك المسلم لما يتوضا وضوء ان يصبغ الوضوء جيد ثم ياتي الى الصلاه يستحضر لما يكبر تكبيره الاحرام يستحضر عظمه الله تبارك وتعالى بين عينيه وبين يديه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف المحسنون ووصف الاحسان فقال له الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اذا نحن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ونتضرع اليه ونعبده كاننا نراه بين ايدينا ولكن اذا لم نكن نراه حقيقه فهو يرانا ومطلع علينا. وبعدين لما يقف الانسان امام هيئه الله تبارك وتعالى والعظمه نتاعه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل كذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحضر عظمه الله ويتوكل على الله في الشيطان وابعد يعني من ذكر الله وابعد من الاستعاذة ومن البسملة يبتعد منها الشيطان. وإذا حضرت هناك وساوس يعني الله تبارك وتعالى إن شاء الله يتنازل عليها ولكن الإنسان أولا يربط قلبه على الخشوع ويربط قلبه على ذكر الله تبارك وتعالى فهمنا. لأن الشيطان لعنه الله يأتي بإنسان يوسوس له حتى يذهب عنه أجر الصلاة ويعطيه الدنيا اللي هي زائلة ويضيع له الصلاة اللي أجرها يعني دائم وأجرها باق إلى يوم القيامة فهمنا؟ بارك الله الشيخ الجماعة اللي صلوا قبل الوقت كيف قبل الوقت؟ كم ساعة يعني؟ كما احنا يوم الأربعاء نخرجوا أربعة بالعمل نخرجوا أربعة ولا العصر يجي أربعة صح احنا اذناه غير خمس اذناه وصلينا هو بالنسبه لخمس دقائق هذه قد مثلا هذه الاشياء هذه يلزموا تتصلوا بالمسؤولين الذين يقررون مواقيت الشرعيه للصلوات لان كاين مرات هم يزيدوا خمس دقائق يزيدوا عشر دقائق ينقصوا عشر دقائق كما قضيه الصيام حتى الناس تحتار بالك الانسان ياكل مع الاذان يعتبر صيام تاعه شرعي فهمنا كيف؟ إذا أنتم الآن فما عليكم إلا أن تتصلوا بالوزارة المسؤولة على توقيت الصلوات. تقول له يعني هل الوقت هذا يعني راه بالدقة ولا راكم يعني متساهلين فيه خمس دقائق ولا عشر دقائق؟ إذا قال لك لا احنا راه زايدين للناس احتياط، احنا زايدين لهم الاحتياط خمس دقائق ولا عشر دقائق في هذه الناحية ما فيها بأس. وإلا قال لك لا هذاك اللي الحق اللي هي غير خمسة هذاك أول الربع سواسوا هذاك هو الوقت الشرعي بالدقيقة هنا فلا يجوز لك أن تتأخر عنه بل أخص إذا كنت جالس وما سمعت حتى أذاني أذن إذا الوقت مازال ما دخلش كيف؟ فإذا سمعت أذانا واحدا أذن الوقت قد دخل خلاص هذه الان يعني صلاه يعني متاول ان شاء الله مر ما تعودوهاش قد مضت كيف صلاه متاول قد مضت ولكن مره اخرى ما تعودوهاش من كيف حتى تسمعون الاذان من كيف لانكم الان انتم انفردتم باذان غير شرعي لانه في غير الوقت بل اخص الانسان لم يكن على سفر ولم يكن على اهبه السفر اللي يجوز له الشرع يصلي مثلا جمع تقديم وجمع تاخير فهمنا هنا هي يا إخواني الكرام الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. أما الذين قالوا
أنا على مبلغ علمي لم يمر علي علم، لم يمر علي قول من أحد العلماء أنه قال بالفاتحة وحدها. على مبلغ علمي ما مرش علي حتى عالم قال بالفاتحة وحدها. فمن كيف؟ كلهم قالوا إما هذه فواتحة أواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، وإما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله في الركعة الأخيرة. هذه هي التابع. أما الذين قالوا على أنها الفاتحة وحدها لم يبلغني على عن أحد قال بهذا، والعلم لله. وإلى الثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح أنه كان يصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. الله أعلم. والله هي التشهد يا إخواني الكرام لعلمكم، لأن التشهد بعض الناس يفرطون فيه، وهو دلنا وليدي خلي الناس باش تشوف. بعض الناس يفرطون في قضية التشهد كيفاش يحكم أصبعه. شوفوا فهمتوا، يبقى تحية لله ويسي فيه بالقوة، هذاك لا، وإنما إما هكذا وإما غير بشوي هكذا. أما ذوك اللي بدأ يجعل في إصبعه هكذاك لا، باش تكونوا على علم. شفت كيف؟ لأن هذا قد يدخل في العبث، وإنما ثبت على الإشارة وثبت التحريك. ثبت أنه كان السبابة يشير بها، وفي رواية للنسائي أنه كان يشير بها يحركها، يعني مرة يشير لما يلحق للتشهد يقول اشهد أن لا إله إلا وأنا محمد رسول الله يشير بها، لما يكمل التشهد يحركها هكذا تحريكا بطيئا. اما هكذا يبدا يجعل بها كما بعض الناس يزيد يلو اصبعه هكذا، وبعضهم يبدا كانه راه ما عرف واش راه يدير، هذا لا. فهمنا كيف؟ فهمت كيف؟ لا لا لا. هو فيه بعض الناس، باش ننبهكم يا اخواني الكرام، بعض الناس لما يكمل يودي هكا، اسمعوا مليح باش تنبهوا، باش الشباب يعلموا اخوانهم، ماشي ضحك هذا تعليم. بعض الناس يدير واحد القضيه باش تعلموهم وتفهموهم، بعض الناس راه يتحي لما يكمل يودي هكا. فهمنا؟ حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. كبار إيه. لا ما ينبغيش هذيك. إذا كانت جلسة الاستراحة، ما فيها بس، إذا كانت حاجة أخرى هيئة واحدة أخرى لا، لأن هيئات الصلاة محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغيش الإنسان يزيد من عنده. هكذلك شوف باش تنبهوا إخوانكم وتعلموا إخوانكم، وبالتي هي أحسن. لبعض الناس كبار وشيوخة وتجي أنت توري له كذا، وبالك يعزم تعرف كيفاش توري له، تعلموا بالتي هي أحسن، تقول له يا بابا كذا. لماذا؟ فهمكم مليح، لأن المسألة فيها 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 مسائل، يعني جانب على أنه كأنه سلم قبل الإيمان. اللي يوسي مثلا هك يضرب يديه ويوسي هك، كان اللي يضرب يديه. فهمنا كيف؟ أولا كأنه سلم قبل الإيمان، ثانيا دار إشارة غير شرعية في الصلاة، ثالثا أنه هذه بالك عمركم لا سمعتوها ونبهكم عليها، لأن أنتم ما عشتوش مع الطوائف غير السنية. أنا عشت مع طوائف غير سنية، وهم الشيعة والخوارج والشيعة، ما هم السنيين كما احنا. ما يسلموش كيما احنا السلام عليكم السلام عليكم، كي يكمل يضرب خاطيه، هذا هو التسليم تاع الشيعة والخوارج. شفناهم في الحج وشفناهم هنا، كانوا يصلوا معنا، بعضهم يصلوا وحدهم، لما يأذن كانوا يقراوا معنا، يزربوا يروحوا يصلوا ويروحوا بعد، ما يصلوش جماعة معنا. لما يكملوا ما يقولوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يضربوا على فخاذهم بلا سلام هكا وخلاص. فهمنا كيف؟ إذن ما دام الإنسان راه سني ويروح يدير الخدمة دي، هاو الآن تصف بالصفة نتاع المبتدعة، نتاع ناس غير سنيين. لذلك الإنسان يحذر أولا، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال ما بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنهم خيل شمس، بحال الخيل اللي هيجة. فهمنا كيف؟ ما هيش ثابتة. فهمنا كيف؟ لذلك يعني فيها نهي. لذلك الإنسان راه يصلي مع الإمام، راه يتحي،
لما راه سلم على الامام راه يتحي يكمل التحيه كيما راه يدي حابسين يحبس الصباع برك، لان يده اولا راهم ثلاثه معقودين وصباع هذا معاهم هكذا هكذا، راه يتحي الامام مازال ما سلمش يحبس الصباع. لما يسلم الامام يسلم هو، كان يصلي وحده مجرد ما يكمل التحيه يحبس صباعه ويسلم، اما يحل يديه ويواسي هكذا ولا يواسي هكذا حتى واحد ما يعس فيك، فهمنا؟ كاش واحد راه يعس يقولوا بلي خلصنا، لا حتى واحد، راك بين يدي الله وصلاتك راهي محسوبه لما تعمل اوامر شرعيه. والله تبارك وتعالى لانه يشير بهذه السبابه الى التوحيد، فهمنا كيف؟ لانه يشير الى التوحيد وهو لا اله الا محمد رسول الله، والتوحيد مقره القلب، فاذا حرك اصبعه او اشار باصبعه فالاصبع يرتبط بابهر هنا عرق معروف يسمونه العرق، في كي يدخل القلب يتسمى الابهر، يدخل الى القلب هو العرق الرئيسي تاع القلب. يقول لك من هذا الباب هذا يكون المحرك يعني كوامن الايمان وكوامن الاسلام في قلب المؤمن بهذه الاشاره اللينه، هذه الاشاره اللينه التي هي هكذا موش هكذا ولا هكذا كما يديروا بعض الناس، لا فهمنا كيف، الاشاره الخفيفه الطفيفه هكذا، فهمنا كيف هكذا. والله تبارك خلاص هاي يعطيك الصحه. زاد جابنا الاخ وحاجه انا نسيت باش ننبه عليها، بعض الناس لما يسلم يسلم على ثلاث مواضع، هو الشرع اما على موضع او موضعين، عند مالك قال يعني تسليمة واحدة تكفي، السلام عليكم ورحمة الله، وانظروا كيف يا اخواني الكرام باش تاخذوها على السنة، باش تشوفوا يا اخوان، الانسان راه يتحي هكذا، الوجه هذا الخد هو الذي يلفت به بك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده إلى أصحابه، بعض الناس كيفاش يديروا؟ يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، ويروح بجنبه يمين ويزير يقول وعليكم السلام ويروح بجنبه هكذا، فهمت كيف؟ لا، وإنما هو الخد اللي يدور فقط. السلام عليكم، السلام عليكم، فهمنا كيف؟ الإمام مالك قال تسليمة واحدة تكفي، يعني السلام عليكم خلاص تكفي. الأئمة الآخرين قالوا لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفيهم من زاد وبركاته، فهمنا كيف؟ هذه عند العلماء كلهم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين. بعض الناس جابوا لنا ثالثة، والله ما عدنا عارف منين جابوها، والله ما عندنا علم نجابه، ألا وهي يقول لك تسلم على القبلة هي الأولى، هكذا تنطح القبلة هكذا وتدور هكذا وتدور هكذا، ما قال وين قال هذا؟ فهمنا كيف؟ وكما قلت لكم بعض الناس يميل هكذا، السلام عليكم، السلام، يروح بالجسد تاعو كله، لا، وأنت جالس هكذا، السلام عليكم، الخد هو اللي يدور فقط. الخد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده لأصحابه حتى يروا بياض وجهه الشريف، كيف ما يشوفوش الذات تاعو كلها، يشوفوا البياض نتاع الوجه تاعو الشريف لما يحيط إليهم ويدور لهم بالتفاتة اللينة هكذا، يقول السلام عليكم، السلام عليكم. أما قضية السلام عليكم، السلام عليكم، هذه ما كاش منها، لأن يقول لك نسلموا على القبلة هي الأولى، ونسلموا على الملائكة على اليمين، ونسلموا على الشمال، لا، ولو كانت القبلة يسلم على قبلة صح، احنا في ديننا قبلة مقدسة، ولكن لو كان التسليم لها واجب لكان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليها، بالعكس احنا القبلة درنا لها حاجة أكبر من التسليم وهو اتجاه، درنا لها قيمة أكثر من التسليم، صح ولا ما هو صح؟ يعني في كل جهة يلزمنا نوجه روحنا للقبلة، يعني درنا لها تكريم وتعظيم أكبر من السلام، ألا وهو الاتجاه، لأن أينما نكون لابد أن نتحرى القبلة ونتوجه إليها، بذلك قد أعطيناها تكريما وأعطينا لها تشريفا عظيما وهو الاتجاه. أما التسليم فلا نعطيه إلا للملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال، كما قال ربي سبحانه في القرآن عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذن هكذا يا إخواني الكرام للشباب، هذا باش تعلموا إخوانكم وتعلموا الكبار والصغار وتنبهوهم على المسألة هذه وبالتي هي أحسن. قل هذا حتى أنت راك تصلي والإنسان يتعب وقد يجي في صلاة الفجر والبرد وكل شيء ويرون الصلاة وتكون نص مقبولة ونص ماشي مقبول، لذلك الأمر واعد، تيشغل واحد يحفر يحفر ويتعب ويخدم ويجي مول الشيخ يقول له هذا الشيء غير كله كله رمي ما نحتاجوش، ماشي ما قلتلكش نخدم هذا، ماشي واعرة واعرة ولا ماشي واعرة؟ خدمة إلا كان الإنسان حفر وتعب ويجي المعلم يقول لك أنا شكون قال لك خدمة هذه؟ روح تلعب، أنا ما قلت لك خدم ولا قلت لك واسمه، روح ريبها ولا دبر راسك، أخدم كيما قلت لك ولا روح؟
واش يولي يبدا مسكين يندم علاش لو كان غير جاه مع الاول وعلمه؟ لذلك احنا نعلموهم مع الاول باش ما باش صلاتهم تكون تامه، باش تكون ان شاء الله مقبوله، باش تكون ان شاء الله ضمن صلوا كما رايتموني اصلي، ضمن الاطار الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاه، وهو المنهاج الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به، وهو صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما صلي انا. ايه هو مريض يعني معذور شرعا ما يجيبش يتحرك. ايه نرجعوا من ناحيه الدم، الدم يجوز له ان يصلي به، والحديث حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جرح وأثخن بالجراح لما جاء لما طعنه عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي، لما طعنه فهمنا كيف، وجلست الجراح يعني تدخن والجروح تمشي، فصلى والدم يسيل، فهمنا كيف، ما فيها بس يصلي. أما قضية هذا الإنسان المعطوب ولا مريض يعني مزمن وطايح في الفراش ولا أحد يعني ييممه من الرجال يعني، وما لقيناش حتى مرأة محرم تدير له التيمم، فهمنا كيف، يحط له التيمم أمامه ويتيمم هو، فهمت كيف، يحط يديه تقول له هذه هي التيمم، حط يديك، يحط يديه ويمسح هكذا ويمسح وجهه وهكذا، فهمنا كيف. وإذا ما كانش كامل يكونوا مثلا مؤمنين معاه يعني يغسلوا له يديه، يغسلوا له الأطراف اللي موجودة، راحوا رجليه راحوا يديه بقالوا غير وجهه، فهمنا كيف، يغسلوا له وجهه غير بالماء هكذا ويصلي، فهمنا كيف. يا وجهه مثلا مجروح ما ينجموش يمسحوه له مثلا، بعض الناس والعياذ بالله محروقين بالنابالم ولا ايه ولا غير اعاذنا الله واياكم منها، فهمنا كيف، يمموه، شفت كيف، ما كاش يصلي هكذا الا حتى بالتيمم يخافوا يمسوه ذلك يجرحوه لين يقيسوه معمر بالشاش ومع كذا يفوق الشاش يجوزوا له، ما كاش كمان يقولوا صلي صلي هكذا، فهمنا كيف، يعني يمموه ما امكن، ولو كرع مقطوع هنا يغفر الركبه هنا يمموه في الركبه، فهمنا كيف، وهكذا يمموه ويصلي. اما باش تسقط عليه الصلاه لا تسقط عليه الصلاه، بحال ما دام في ادراك، ما دام عقله فايق ويعرف ايش راه يدير لا تسقط عنه الصلاه بحال، فهمنا. اي نعم. ايوه هذه صيغه وردت صحيحه، والامام البخاري اللي هو صاحب الصحيح اللي هو أصدق وأصح كتاب بعد القرآن الكريم، أنه ألف رسالة صغيرة وكتيبا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين، وسماه قرة العينين في رفع اليدين، جاب الأحاديث عن جلة من الصحابة، يعني ما يزيد على حوالي 30 صحابيا، أنهم كلهم أثبتوا على أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من أثناء لما يريد أن يركع، يرفع يديه، ولما يرفع من الركوع يرفع يديه، ولما كذلك يكون ساجدا ويريد أن يرفع من السجود إلى الركوع، موش من السجود إلى السجود، لا من السجود هو ساجد وبغى ينوض ويرفع يديه، حتى قال أحد الصحابة كنت أرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم ترفع وتوضع كأنها مراوح، قال واحد الصحابي يمثل يقول شفت يدي أصحاب الرسول تطلع وتنزل بحال المراوح، فهمنا كيف، يعني هاو طالع هاو ساجد هاو نازل وهكذا، حتى كما قلت لك القضية صحيحة وهذه هي السنة، فهمنا كيف، الذي يقبض يديه هكذا لما يريد أن يركع يرفع يديه هكذا، لما يريد أن يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا، لما يريد أن يسجد هكذا يسجد، لما يريد من السجود إلى الركوع يرفع كذلك يديه، فهمنا. هذا هي، والإمام البخاري كما قلت لكم جعل فيها كتابا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين، والله أعلم. الله أكبر ليش هو كي يرفع يديه معلوم، قلنا بالله أكبر، لأنك أنت
لما تكون ساجد وتجي رافع وتجي نايض للركوع تنوض للركوع تقول الله أكبر، فهمنا كيف ترجع يدي. أما لما تكون مثلا تكون مثلا راكع ونايض للركوع تقول هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده وترفع يديك، كذلك لما تكون تكبير تقول الله أكبر، لما تكون سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده. فهمنا؟ إذا فهمنا بلي هذه المسألة سنة يا سيدي الحاج، فهمنا بلي سنة، أي نعم، ما هيش يعني حاجة جديدة. أي نعم. شيخنا لاحظت في بعض المساجد في الشباب أنا يكون في التشهد قبل أن يوقفوا في التشهد يكبروا هو جد يقول راه شهادة التشهد بعد ما يتم الله أكبر. لا هو شوف التكبير لا يكون إلا أثناء القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فكان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك السجود لا يكبر إلا بعد ما ينزل أصحابه واقفين ما يطيحوش حتى يكبر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويكبر ويسجد باش يصحابه ينزلوا، لأن هذه تسمى الموافقة والمخالفة من ناحية الإيمان. أنا من الذين يستعملوا الاستراحة إيه؟ تقريبا كان يستعملوا تسجيلات التقوى الإسلامية يقوم يقول الله أكبر، ما عندي علم عليها، هذه ما عنديش عليها، نكذب عليكم ونقول لكم عندي علم عليها، ما عنديش علم عليها، وإلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك لا يكبر إلا بعد أن يسجد. نعم. لا خطرة برك، خطرة عن اليمين. هذه زوج خطرات أنا يا ثاني ما عنديش عليها علم، نشوف نكذب عليكم، حاجات اللي لم يبلغني فيها علم. الإنسان يوقف عند الأشياء التي يعلمها، والتي لا يعلمها يقول علمها عند الله. باش نقول لكم أنا عندي علم في المسائل هذه، هل يجوز كذا؟ الثابت اللي نعرفه على أن رأي الجمهور أنه تسليمة واحدة عن اليمين فقط، أما تسليمتين فلا علم لي بها. شيخ قضية القبض وين يكون؟ القبض عند النحر، هكذا النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا، هذا هو. لا هذاك مغلول والعياذ بالله، هذا كأنه وراء مكتوب مكتف انك هو بعدين يؤذي الناس، كي يؤذي هذا راه يؤذي الناس منه ومنه، انك لا 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 لا, لا هكذا القبض فوق النحر. لا لا هذا كأنه مغلول بحال اللي نكتف والعياذ بالله، لا ما ينبغي. وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنسخهاش، كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذيك القلب نتاعه ما يريحوش بها، يعني هل الإسلام يأمرك بدير هكذا أنت تبقى ماشي هذا مكتف؟ كاين يدير هكذا لا لا الشيخ تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي على الإمام علي والحديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر، إما الوضع وإما القبض، إما الدير هكذا وإما هكذا، كلاهما جائز. شيخ كان يكون يصلي أو مفصلته ويبصر إلى بسم الله؟ لا النظر كذلك والالتفات، هذا كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. هذه كشي اللي واحد يروح عينيه منا ويروح عينيه منا، قال هذاك الشيطان راه يلعب له بصلاته، وانما فما عليك الا ان تضع اعينك موضع سجودك. الانسان كيعود يصلي يخزر وين يسجد باش يكون اقرب الى 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 الخشوع واقرب الى التمسك واقرب الى ذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته. والله تبارك وتعالى نسال ان يوفقنا جميعا وان يهدينا جميعا وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله اعلم في كل ما سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.